يا كريم. ولو هنتكلم عن كابتن باتشو موسيماني تحديدا، زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو الكلام في غايه الاحترام والاهميه امبارح بعد الماتش. هو في الاول اعرب طبعا عن سعادته بالفوز، وان هو قطع هنا تذكره زي ما بيتقال التاهل لربع نهائي كاس مصر، وقال ان الماتش شهد كمان اهدار العديد من الفرص السهله، وهي دي بقى النقطه اللي عايزين ايه طبعًا برضو نتكلم فيها. اربع فرص امبارح سجل منها هدف الفوز، يعني نتكلم كمان عنه او سجلنا فيه واتكلم عنه باتشو موسيماني بعد برضو صعوبه، ما كانش جاي الجول بسهوله، يعني في صعوبه في احراز الاهداف، دي حاجه اعتقد يعني واضحه للجميع. خلينا نروح نسمع باتشو موسيماني قال ايه تحديدا في المؤتمر الصحفي، كنت بقول لحضراتكم هو اتكلم عن نقاط عديده في غايه الاهميه. خلينا نسمع ونرجع نكمل مع حضراتكم. حياتك سالت سؤال بتقول ان الماتش اللي فات الاداء فيه مسؤوليه اكتر وبيلعبوا اداء افضل الماتش اللي فات، انت عملت ايه عشان تغير الاداء من الماتش اللي فات من الماتش ده؟ هو بيقول لك الفرق بين الماتش اللي فات والماتش ده هو هدف واحد بس، الجون اتسجل. الجون اللي اتسجل. The same match. نفس المباراه نفس الاداء. Same everything the same. نفس الاداء في كل حاجه. The opponent did not come to us. الخصم ما طلعش علينا خالص، ما وصلش الجون بتاعنا. Everything has been the same. كل حاجه زي الماتش الجيش بالظبط. We dominated. برضه تسيدنا اللقاء. We're making the chances. خلقنا فرص. The difference is that tonight. الفرق ان النهارده. Out of four we took one. من اربع فرص جبنا جون، سجلنا جون منه. So last week. الاسبوع اللي فات ماتش الجيش. On the most important match. الماتش الاهم، ماتش البطوله يعني. The كاس. في كاس السوبر. We missed a lot. اهدرنا فرص كتير جدا. Even tonight we missed. والنهارده برضه في ماتش النهارده اهدرنا فرص برضه. But you have to understand that the players feel the pressure. بس لازم نفهم اللاعبين حاسين بالضغوط عليهم. They feel the stress. حاسين بالضغط طبعا شد. We also feel the pressure and the stress. واحنا حاسين برضه الضغط وشد علينا احنا كمان كفرد جهاز. We are human beings. We made of flesh and blood and bone. So we feel the احنا بني ادمين، احنا لحم وعظم ودم، احنا بني ادمين بنحس وبنشعر وبنتاثر بالضغوط. But we have to do the job. بس لازم نعمل شغلنا طبعا. اوكي. اتفضل. Congratulations first for the score, right? It's a good opportunity. Long save for rest the coming days. I want to talk about the next period during the international break. It will be useful for the team. You can bring a good preparation physically for the players or the club. You should have the tactic with the players. We have a lot of new players. Oh, but the question. Translate that question first. Our players, but came back from a loan. بيقولوا انت فترة التوقف دي هتتصرف فيها ازاي؟ هتبقى مفيدة ازاي بالنسبة لك؟ فبيقول كان في لعيبة بتاعتنا رجعت من إعارة. And you can see they are not really adapted to the way we press. وشايفين برضه احنا مش لسه ما تأقلموش على طريقة لعبنا والطريقة اللي بنضغط بيها، أسلوب لعبنا لسه ما تأقلموش عليها. And they can't finish the matches. وحتى مش قادرين، ما عندهمش اللياقة يخلصوا الماتش. So we hope that we get them on the good physical side. It's an advantage for us. طبعا فترة التوقف دي أفضلية بالنسبة لنا، فترة التوقف الدوري ده عشان حنقدر نحطهم في الحالة البدنية، نرفع من حياتهم البدنية. And also teach them to play the way we want to play. ونعلمهم يلعبوا بالأسلوب اللي احنا بنلعب بيه على طول. طريقة لعبنا. I'm happy with Hamdi. He came in today. أنا سعيد إن أحمد حمدي عبد القادر لعب النهاردة شارك. Slowly he's coming. واحدة واحدة بيجي. بيطلع. And Luis is gaining confidence slowly. ولويس برضو بدا يكسب ثقه واحده واحده. I know بالراحه يعني. انا عارفه هو عارفه كويس. Once he's got the confidence. اول ما هيكتسب الثقه. He will add more value. هيساعد هيضيف قيمه كبيره للفريق. So you have to understand psychologically it's not easy for all of us. انت تفهم برضو نفسيا مش سهل قوي بالنسبه لنا كلنا. When you had a game like Elgish. بعد ماتش لعب ماتش زي ماتش الجيش اللي فات. And we miss so many chances. ونهدر فرص كتيرة جدا 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 ضيعها. And the stress and the pressure builds up. والضغط والضغط علينا والشد بيزيد أكتر وأكتر علينا. But we are professionals. بس إحنا محترفين في الآخر. We have to take the stress and the pressure. لازم نتحمل الضغوط والشد. And how do you take the pressure and the stress? You have to win. وعشان نتحمله ونطلع من اللي إحنا فيه لازم نكسب. If you win, everything becomes good. لما تكسب كل حاجه بترجع كويسه. And nobody cares if you're playing very good, you play well, you dominate. Nobody cares. المهم النتيجه، ما حدش بيهتم اذا لعبت كويس، سعدت اللقاء، كان ليك فرص، المهم النتيجه. It's about results. كل هي اهم حاجه اللي بيفرق النتيجه في الاخر. If you don't score, we create pressure on ourselves. النهارده كنا سجلنا كنا هنعمل ضغط علينا، هيخلق ضغط علينا. حلو انه موضوعي.
موسيماني دايما موضوعي بصراحة يا كريم، يعني هو من المديرين الفنيين اللي بيطلع بيتكلم بمنتهى الشفافية، لما بيبقى فيه تقصير بيقول أنا عندي تقصير، لما بيبقى فيه لاعب ما بيلعبش بشكل يعني متوقع أو جيد بيتحدث، بس في نفس الوقت ما بيجيش عليه بشكل إن هو ينتقص من ثقته في نفسه. ففي كذا ميزة بصراحة في موسيماني، لكن امبارح أنت كان رأيك إيه في المؤتمر الصحفي؟ هو اتكلم في نقاط كتيرة جدا، وزي ما كنت بقول لك الموضوع متكرر، فكرة إجهاد اللعيبة، يعني يمكن بعد كل مباراة هذه النقطة موسيماني دائما ما يكررها، فبرضو لأنه واقع في الأول في الآخر. الواقع ده لازم نلاقي له حل عشان يتغير، لأن احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم في نفس الحكاية، لدرجة إن حتى الكلام في الحتة دي بالذات ابتدى يفقد معنى، ما بقتش عارف حتى أتعلق تقول يعني وكأنها شباعة جاهزة. هو طبعا عندهم حق، وطبعا من ناحية الإجهاد ده احنا فرهدنا من المتابعة، ما بالك هم بيلعبوا، لكن الموضوع ده لازم يتلاقى فيه حل على كل الأحوال. يعني ده كان جانب طبعا من كلام بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي.